شرفتمونا. الحمد لله على سلامتكم. اهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتكم. اننا رايناكم. اهلا بكم. اهلا وسهلا بكم. يا اهلا وسهلا بكم. الحمد لله اننا رايناكم. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ ماذا كنت تفعل هذا الليل؟ تعال لأعانق. الحمد لله. آه يا عزيزتي. الحمد لله. اشتقنا لكم كثيرا. اشتقنا لكم كثيرا. الحمد لله. كيف مضت أيامكم السابقة؟ الحمد لله. أهلا بكم. الحمد لله. هل جميعكم بخير؟ آه يا عزيزتي. اشتقت لك. لقد التقينا ثانية. الحمد لله أنك بخير. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أهلا بكم. أهلا وسهلا. أهلا شرفتمونا. أهلا وسهلا. حمدا لله على السلامة. حمدا لله على السلامة. إنما فعلته لن يبقى دون حساب ترغوت ألف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. عيناي ستكون من اليوم. اشتقنا لكم كثيرا. وراءك دائما. حمدا لله على السلامة. الحمد لله. لا وقت لدي لأنشغل بك. شرفتمونا. قبل أن يقتلك غضبك اذهب في طريقك. ماذا كنتم تفعلون؟ سأسحقك وأكمل طريقي يا ترغوت. الحمد لله. اشتقنا لكم كثيرا. أهلا بكم. لقد طالنا. الحمد لله على عودتكم. أهلا بكم. شرفتم القبيلة. أليس لدى والدك يد لينهي الحساب الذي بيني وبينه حتى يرسلك أنت كي تنهيه؟ أهلا وسهلا بكم. اشتقنا. شرفتمونا. الحمد لله على السلام. ماذا حصل؟ ما الأمر؟ هكذا يفهم من لا يعرف حدوده مثلك ترغوت ألب. ما الأمر يا كرة؟ حتى إذا نهض سيدك من قبره وأتى فلن يستطيع أن ينقذك. انظروا إليهم. يا إله يا إلهي. ما الذي ضربه هذا الرجل؟ يا إلهي وضعه على الأرض. ماذا يحصل؟ انظروا سيد عارف. سوف أقتلك بيدي هاتين يا ترغوت. لما يفعل ذلك؟ ستخرج من هذا المخيم جثة هامدة. ما به؟ تعال أيها الأحمق. ما الأمر يا كرة؟ تعال سيتعالكم. ما الذي يجري؟ يا إلهي. ما الذي يجري معه؟ ما الذي يفعله؟ ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ ما هذا؟ انظروا. آه يا إلهي. ما الأمر يا كرة؟ لما يفعل ذلك؟ لا إلهي يقتلون بعضهم. ماذا سنفعل؟ لماذا يتقاتلون هكذا؟ سيقتلون. أخبروا أحداً لأنه لحظة الشجرة. هكذا؟ لا يمكن. يا إلهي. يا إلهي. كيف هذا؟ ابتعدوا عنهما. سيدة أسبيران. يا إلهي. ابتعدوا عنهما. يكفي. ترغوت. سيد سانجار. ما قلة شرف هذه؟ هل تقفون وتنظرون إليه؟ لما لم تتدخلوا وتوقفوا رئيس المحاربين الأرعن هذا؟ لكن السيد سانجار هو من بدأ بهذا الشجار وقلل من احترام قائدنا. نعم هذا صحيح. السيد سانجار هو من فعل ذلك. السيد سانجار من بدأ الشجار. نعم يا سيدي. نعم سيدي. ألزم ابنك هذا حده. السيد سانجار وإلا فسألزمه بي أنا. نعم هو تعدى علي. هل فهمت يا سيد؟ أيها الوقع. يكفي. من لم يلزم حده هو السيد سانجار. ترغوت ألب، فلتذهب إلى قبيلتك سالما. إن قبيلة تشافدار ممتنة لك على كل ما قدمته، فقد كنت قائدا لمحاربيها. يحيى سيد ترغوت وليحفظه الله من كل شر. 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 لن نسقط رايتنا على الأرض ولن نتركها بين أيدي العدو. بارك الله غزوتكم أيها الأبطال، وليكتب الله للشهداء مكانا في جنته
وليطل عمركم من أجل دولتنا وحمايتها من فتنة أعدائها. آمين.